رمضان شهر مشهد بالملايين. الأول يعني إيه رباعي الأبعاد؟ ده الأول كده عشان طب ما تخليني أنا أخدها من الأول براحتك. هو العملية في مجملها عملية هي التكنولوجي اللي فيها اللي غيرت المفهوم، يعني هي شفط عادي خالص بنفس مفهوم شفط الدهون القديم. اللي جد عليها حتة قدرتنا في استئصال أو نحت الجسم أو شفط الدهون بماشينز أو بأجهزة. الأجهزة دي هتخلينا نوصل لمناطق وحتت في الجسم ما كناش بنعرف نعملها، بتخلينا نشفط في طبقات سطحية، احنا الأول كنا بنخاف نشفط طبقات سطحية، بتخلينا نوصل ان احنا بنبرز الفيتشرز او التجسيم للجسم اللي هو الثري التو في طبعا التو دي والثري دي والفور دي دلوقتي. هي الفكره ان احنا بنعمل تشكيل للجسم عن طريق ان احنا بننحته فعلا عشان نظهر الفيتشرز بتاعته، ابعاده، نظهر عضلاته، نظهر كيرفاته، عشان نوصل الصوره دي لحاجه مجسمه، حاجه حقيقيه مرسومة بدون بعد رباعي اللي هو الحركة. يعني سي إن في راجل مثلا، الراجل ده عشان يبتدي يظهر عضلاته لازم يعمل كونتراكشن أو يعمل انقباض للعضلة، إحنا ممكن نعمل له الصورة دي في الثبات بدون البعد الرباعي اللي هو الديناميكي أو اللي هو بيوصله للشكل ده مع انقباض العضلة. هو ده الفرق. طيب هو شفط، هو شفط. الشفط ده اختلافه إيه عن زمان؟ زمان الشفط اول ما طلع الكلام ده من قرن او اكتر، يعني الشفط كنا بنشفط بطرق بدائيه شويه، كان في الدراي تكنيك وفي الويت تكنيك والسوبر ويت تكنيك. دلوقتي الموضوع ما بقاش بس ان احنا بنحقن انتوميسنت سولوشن عشان نعمل ويت ميثود، لا احنا كمان غيرنا في اشكال الكانيولا، غيرنا في اللايبوماتيك كانيولا اللي هي النحاته، كانيولا على جهاز باور تفضل هي تنحت لنفسها الطريق بتاعها، اول ما تلاقي حاجه غير الفاتس بتبتدي تقف كنوع من انواع السيفتي. اشكال الكانيولا، اشكال الكانيولا ايه الكانيولا اللي انا هستخدمها ان انا انحت بيها عضله دي اسمها مثلا باسكت كانيولا. في الشارك اللي انت لو انت عندك حتت في الجسم فيها تليفات حوالين الدهون صعبة ان احنا نوصل لها، بنبتدي نعمل بكانيولا شكلها ليها شكل معين زي الفي شيب كده، بتبتدي هي تخش تقطع التليفات دي عشان تبتدي تخلينا احنا نقدر نوصل للاماكن دي. دراستنا نفسها للشكل الجسم وشكل العضلة يمكن اللي جاب الحاجات دي قريب ايه؟ فاكر التماثيل المنحوتة على المعابد الروماني والحاجات في القدماء المصريين؟ التماثيل دي كانت منحوتة بصفة عبقرية، يعني انت ممكن تشوف تفاصيل الهيكل العضلي بتاع الوسط في الراجل، في الرجلين، في الدراعات، لدرجة ان احنا دلوقتي بقينا بنقدر نوصل ان احنا نوصل للشكل ده بدون الشخص ده ما يروح يعمل جيم او يعمل ياخد بروتينز او يعمل ويتس عشان يبني عضلات. الفكر ده ابتدى يتطور جدا دلوقتي باستخدام وسائل، الوسائل دي اللي هو زي اجهزه الفيزر، اجهزه الراديو فريكونسي اسيست لايبوسكشن، في بقى تكنولوجي جديده لسه واصله اسمها الجي بلازما او الكولد بلازما، يعني دي حاجات كتير قوي ابتدت تسهل لنا عمليه الشفط، تسهل لنا الاستشفاء، تنحت لنا الجسم، تبرز الفور دي او الديناميكيه الحركه، تبتدي كمان توصل للعيان ده ان هو مش عايز يروح جيم وعايز يبقى جسمه رياضي، لا ده سهل قوي. يعني بره دلوقتي انت لما بتشوف الناس البادي بيلدرز دول ما بنقول لهمش مين يور ترينر، بنقول له مين يور بلاستيك سيرجن. الموضوع اختلف خالص دلوقتي.